يسعدكم يا حلوين، اليوم رح نعمل كيكة باردة كتير طيبة الكل رح يحبها، يعني 99.9 من العالم اللي رح يدوقوها حتى لأول مرة أكيد رح يحبوها على قدمانها طيبة ومذاقها وبتدوب بالتم دوبان. بالبداية أحبابي حطينا كريمة السائلة اللي بمجرد ما بنخفقها بهذا الشكل بتتكوم عنا وبتصير قوامها مثل ما نكون شايفين بالصورة. رح أحطهم بالبراد لحتى أكمل بقية الخطوات. كوب من المي دوبت فيه ملعقة نسكافيه كبيرة وملعقة أيضا كاكاو خام أو أقل من ملعقة كبيرة، دوبتهم مع بعضهم كلهم على البارد. وهلأ رح جيب أي نوع من بسكوت الشاي موجود عندكم. أنا عندي نوعين، رح جرب النوعين. غطسوا بالكاكاو أو المزيج اللي عملناه من الكاكاو والنسكافيه ونحطهم أول طبقة بالصين. بعد هيك حطينا بطنجرة 4 ملاعق حليب ناشف على 4 ملاعق كستر. تقريبا رح احط الثلثين مي محل ما اشرت لكم باصبع ايدي، يعني دوبل الكميه اللي حطيتها، وملعقتين سكر. رح اركن على البارد كلهم سوا لحتى ونكمل تحريك ايضا على النار لحتى المزيج كله يتماسك والقوام يتماسك. وهي رح تكون الطبقه الثانيه من الصينيه. شوفوا احبابي كيف صار الكستر ولونه مايل للصفار، رح احطه فوق الصينيه بهذا الشكل. أحبابي هي شي بيشبه كيكة الباندا الشهيرة، وكمان أيضا كيكة النسكافيه يلي رح أعمل بآخر الفيديو. خطواتها كتير سهلة، رح نعمل صينية صغيرة وأجيكم إياها. الطبقة الثالثة كمان مثل الطبقة الأولى، حطينا البسكوت بهذا الشكل بعد ما غطسناه بمزيج الكاكاو والنسكافيه وجبنا الكريمة اللي عملناها في أول الفيديو من البراد، وحطينا الطبقة الرابعة. وبعد هيك حطينا طبقة من هذا البسكوت كمان، بسكوت الشاي بس طعمته كتير طيبة، غطسناه بالمزيج نفسه وأيضا حطينا وشكلنا الطبقة. وبالآخر رح أحط شوية كاكاو المحلات للكريمة، خلطهم بهذا الشكل. طعمة الكاكاو مع الكريمة كتير طيبة، شوفوا ليها شو سهلة، ما بدها معلمية، بس بنفس الوقت رح تبدي وجهك فيها وحتطلع أكلة فخمة بتناسب جميع المواسم وجميع الفصول. زينتها بهذا الشكل كتير طيبة، بتدوب الدم على أدمنها، هشة وطيبة كتير. صراحة أنا بفضلها عن كل أنواع الحلويات. وكمان كيكة النسكافيه نفس الطريقة أحبابي، بس فيكن تختصروا طبقة الكاسترد مع الحليب. وهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة أحبابي. لا تنسوا لايك وشير واشتراك للفيديو. باي.